اتكلم ولا لا؟ مين الكبير ده؟ الكبير هيموتني. ايوه مين هو الكبير؟ انت عملت دور كبير كبير اللي ايه؟ اللي ماسك المجانين وبيتحكم فيهم في كل حاجه. احنا عايزين نعرف مكان الكبير بقى. يعني طفل زي ده كده لما كان يدفن وهو حي انت ما تعرفش اهله لو عرفوا هيعملوا ايه. السلام عليكم، بدايه فيديو جديد. النهارده وصلنا لحاجه كبيره جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فكره الفيديو بطلب من كل الناس اللي بتتفرج تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه عشان يوصل لها كل فيديو جديد بنزله. المهم يا جدعان خلاص ما بقاش حاجه ربع مليون، بل احنا دلوقتي ربع مليون وهنحتفل بالربع مليون ان شاء الله، وهنعمل احتفاليه كبيره جدا جدا جدا. بنطلب من كل الناس، خلي بالكم احنا هنجيب جوائز ونوزع عليكم ايفونات وتليفونات وعربيات وهنخرب الدنيا ان شاء الله الفتره اللي جايه. وانا عايز عربيه. هجيب لك عربيه. معايا فيديو النهارده طه السلطان. بونا سيرا توتي راجاتسي. اللورا كوستا سيرا سوتشيدون ان ساكو دي كوزي. اوكي؟ استاتي بين اتنتي بيركي. Adesso noi andiamo lì dentro e vediamo quello che succede. Ci sta un bambino. طيب يا جدعان باختصار بسيط طه بيقول لكم ان النهارده في احداث مهمه جدا جدا ولازم كلنا نعرفها. النهارده احنا جبنا الراجل اللي احنا قفشناه في الفيديو اللي فات، بل الفيديو اللي قبل اللي فات. النهارده احنا معانا زواوي، المفروض ان هو اسمه كده. المفروض ان زواوي كان مع المجانين وكان بيطبل لهم. حصل؟ رد عليا. رد يا عم. حصل. وباختصار بسيط النهارده احنا جايبينه عشان يوصلنا للمجانين دول ونعرف السر اللي وراهم. طب الناس دي بتفحر قبور ليه؟ يعني ليه ناس مجانين معاهم طريه وبيفحطوا قبر في اتنين وتلاته ليه؟ ده اللي هيجاوبنا. يا عم ده فاهم كل حاجه وربنا. رد عليه خلص. بص يا جدعان هو حلق وروق على الكلام واحنا لفينا الدنيا كلها عقبال ما جبناه. المصلحه ولا ايه؟ عقبال ما جبناه. انا ما اعرفش هو شمام، سرسجي، بودراجي، انا ما اعرفش هو بيعمل ايه، بس احنا عايزين يقدمنا مصلحه. قدمنا المصلحه خلاص. وفصل عن امبارح دخل مسايكب. رد. فين التانيين يا؟ رد يا عم. رد يا عم انت. ما بتتكلمش ليه؟ يا عم رد بنقول. سايقها يا اسطى. مكار. امال ما تبقى مكار معايا؟ يا اسطى رد علينا يا عم احنا بنكلمك يا عم. بقول لك ايه؟ يا اسطى. مش عايز اتكلم، بقول لك يا شريف روح عليه. روح عليه انت وباصات. تعالى يا تعالى يا تعالى لنا تعالى لنا. هو يا بقى يظبط الدنيا كده مع بعضيهم وياخد العلقه الصح ونفتح لكم الكاميرا تاني. شريف شريف في دماغه. لا انت هتقول على كل حاجه. ميعاد انت. يا اسطى خلاص. ظهرك كده يا اسطى. اسمك كده. خلاص كده يا عم اتكلم. كده صاله. لا كده زمان. هيودينا يا عم. انت هتودينا. لولا انت مكر وانا هموت. واقف مكانك بقول لك. رد عليا. اتكلم يا ابني. اتكلم عشان ما يضربوش. اتكلم. ايوه عايزك تتكلم بس يا شريف. سيبك. ضربته جامد انت. ضربته جامد. معلش يا مكار عشان يقرا عشان ينطق. خلص. تعب. يلا خلص. يلا هيموتوني. هيموتك يا عم. تتكلم يا عم. كبير هيموتني. كبير مين يا عم؟ من عندين. ايه يا عم في ايه؟ ما خدش تسيب الدين. مين الكبير ده؟ كبير اللي ماسك المجانين كلهم. يا عم اتكلم. طيب اتكلم. ولا ابو اصاله. ابو اصاله اضرب. اتكلم يا عم. اتكلم يا عم. اتكلم يا عم. يا طه اليوم كبير. هتتكلم ولا لا؟ استنى كده يا ابو اصاله. هتتكلم ولا لا؟ مين الكبير ده؟ الكبير هيموتني. ايوه مين هو الكبير؟ انت عملت دور كبير كبير اللي ايه؟ اللي ماسك المجانين وبيتحكم فيهم في كل حاجه. احنا عايزين نعرف مكان الكبير بقى. عرفني مكان الكبير ده. مش هنحلك النهارده. المجانين هم اللي عارفينه. كبير بس كده. بقول لك ايه؟ فين مكان المجانين؟ فين مكانه؟ انت بتتلوع كده ليه في ايه؟ مكانه كده. انت عامل كده ليه؟ يا عم اتكلم بالله عليك. هتتكلم. هيموتوني. مين هيموت؟ طيب. ما تخليش افوق لك كده. كبير هيموتني. ماشي احنا عايزين مكان المجانين دلوقتي. اتكلم. هوديك مكان. طب هتودينا. يلا اقول لك ايه؟ امشي كده بقى. اصبر يا شريف. لا يا شريف. لا اوكي على الاصحاب. هتودينا. يلا ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ عايز اتكلم معاه. بعزنك ابو اصاله استنى. عايزك تعرف اللي انا مش هحلك. بص بقول لك ايه؟ وانا ممكن اقول كلمة واحدة بس هتلاقي نفسك دلوقتي تحت الارض دي. حلو الكلام؟ ارفع البنطلون. هيسقط منك ده. ارفع بس البنطلون كده واقف كده مظبوط وانت بتكلمني. الكبير ده مين؟ الكبير اللي متحكم في المجانين. مين هو بقى؟ معرفش. ازاي معرفش؟ انت بتلعب. هنعلق. قلت لك معرفش. طب استنى يا شريف. طب ودينا للناس اللي كانت اللي انت كنت بتطبل لها. طب انت عارف طريقهم؟ انا كنت بطبل لهم بس. ماشي ماشي وليهم. انت عارف كل حاجه. انت عارف كل حاجه. ولا نقفل الكاميرا تاني وندب فيك. هما فين؟ ها
يا جدعان لو هتضربوه ما تضربوش قدام الكاميرا يا جدعان. بالله عليك زي ما انتوا كده، اوعى تطلع بعد اذنك. بقول لك ايه يا مكدره ومكره يا عم، اسمع الكلام، انا مش هحلك. هتنطى وتقول كل اللي انت هتقوله ولا لا؟ انت يا لا والله هقول لك على كل حاجه. ايه ده يا جدعان؟ يا جدعان انت بنتوا سيبوه، انتوا ولا ادمين ما تفهموش. انت تيجي تمسكوا ايدك، نزل ايدك، نزل ايدك، نزل ايدك. اوعى سيبوا للسلطان، سيبوا للسلطان، سيبوا للسلطان. والله عندهم طلعه النهارده، عندهم طلعه كامل. طب عندهم طلعه تبقى بس انا خايف. يعني ايه طلعه؟ يعني ايه طلعه؟ خايف من الكبير. كبير طلعه ايه؟ خليه يا عم يتكلم يا عم. بيخطفوا العيال الصغيره ويدفنوها. وانا عارف مكانهم دلوقتي. طب ده مين دول بقى؟ هم المجانين. يلا طب ماشي، يلا طب وريني بقى مكانهم فين. مكانهم بقى، مكانهم في الطريق اللي انت جايبنا فيه ده. اه ماشي، امسك يا اسطى كده يا اسطى. على فكره معنى كلامه، معنى كلامه المجانين حد يمشيهم. تعال تعال شوف شوف هو اللي هو اللي يمشي، هو اللي يمشي يا جدعان. هنا في زرق، انت عارف المكان. هو بيشتغل يا مكر ولا يا مكار؟ سيبه يا عم، سيبه يا جدعان، بطل الوقت، سيبه يمشي زي ما عايز يمشي. امشي على حد ما تمشيش على الزرع يا عم انت. والله يا جدعان المفروض دلوقتي ان هو بيقول ان في طلعه. يعني ايه طلعه؟ يعني في طفل هيدفن على حسب كلامه، وهم المجانين دول بيخطفوا اطفال على حسب كلامه برضه، وبيقول ان في حد كبير، كبير ده هو اللي بيديهم اوامر. تعالوا بقى نشوف. في حد هم اللي جوه دول. اه اسكت بسرعه، ما تتكلمش شريف، خليك ماسك انت هنا شريف. روح بقى ما تتحركش من هنا. ماشي طه يا بصاله. مش كده مش كده مش كده مش كده مش كده. تعال شايلين عيل، شايلين عيل. دلوقتي حالا لازم نخش عليهم. لا احنا لازم نشوف هم هيعملوا ايه. ما هنخش ازاي؟ احنا عايزين نظبط الخطه، احنا هنستناهم لما يدفنوا الوقت. تعالى بس نخش عليهم. يلا جاهز، يلا 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 هنخش عليهم. يلا واحد اثنين ثلاثه، هتخش تضرب على طول. ماشي واحد، ما بيعملوا ايه؟ اثنين ثلاثه، واحد اوكي راح تفش العبيط. يعني سبت النصحين راح تفش العبيط. ومياه ايه تعمل؟ يلا هنا يلا صور هنا. بص انت صور بس. تعال انت بتعمل ايه هنا؟ ولا نعرف ناخد منه اجابه ولا نعرف ناخد منه حاجه. يلا يلا اجري زي ما جري، اجري زي ما جري. يلا عبيط، انتوا رايحين تفشوا واحد عبيط يا جدعان. هات اي فرشه. اجيب فرشه منين؟ هات اي حاجه من هون ننزل على. تعالى بص يا جدعان، خاطفين عيل صغير هنفوقه ونحاول نوصل لاي حل معاه. يا ابني تقلم واقفه، يا ابني امشي واتشق بطنك. عبيط ولا بيفهم، هو بكلم وما بيردش عليا. يا جدعان كنا عايزين نمشي الناس الثانيه. حاول تفوقه. طيب كان في ناس يا عم. شوف الواد دلوقتي ناس ثالث. ايه يا جدعان دول وراهم؟ فين كوتا؟ فين كوتا الواد معاه؟ يا كوتا يا كوتا، تعال يا شريف. دلوقتي يا جدعان بص بص ما مشيش. بص يا ابن الهطله، يعني الناس الثانيه جريت الا ده عايز يجينا. عملتوا ايه؟ احنا ضربنا الاثنين التانيين جري وفضل شغل العبيط ده. ولو انا يا جدعان تعالوا شوفوا ده الاول. طيب تعالوا شوفوا يا جدعان. تعالوا تعالوا. عايش يا مين ده؟ عايش والله. اسمك ايه؟ اه فوق يا فوق فوق فوق. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ يا جدعان ده باين عليه ابن ناس، باين عليه ابن ناس. جايبينه منين ده؟ ايه يا ابني انت؟ انت كنت فين؟ اسمك ايه؟ اسمي سير. انت عايش فين طيب؟ عايز من الشيحه. ايه اللي جايبك هنا اصلا؟ من الشيحه. انت عايش في من الشيحه؟ مين اللي جايبك هنا؟ هما بلعب في الشارع خطفوني. مين اللي خطفوك بقى؟ خافش انت هنا مع اخواتك. خطفوك ازاي يعني؟ وانا بلعب راح شالوني وحط الكيس على وشي وجري. بقول لك ايه؟ انت معاك اي رقم تليفون اي حد في البيت؟ لا. طب انت عارف البيت؟ طب طب انا هروحك، انا ما اعرفكش بس انا هروحك. اكلت ولا ما اكلتش؟ انا عايز بس افهمك حاجه. ما اكلتش؟ انت ازاي رحت معاهم كده؟ طبلوا ومشيتوا معاهم، راح خطفوني وجري. لا ما اخافش يا حسن،
ما تخافش ما تخافش يلا قوم كده لفظ لبسك يا حبيبي. طيب يا جدعان بصوا طفل كانوا يخطفوه ويدفنوه، ده الكلام ده على كلام زواوي. زواوي بص يا زواوي صل على النبي، احنا عايزين يا اسطى كده واحده واحده وتخليك معانا عشان كده الناس دي بتعمل. ما تخافش انا هروحك ماشي، ما تخافش. شوف شوف ده العسل كانوا هيعملوا فيه ايه، كانوا عايزين يدفنوه. عايزين كده لحد باب البيت على كل بس انا نصيحه مني ما تمشيش مع اي حد تاني، اي حد مش معاه. الحمد لله تمام. بص يا اسطى قلت لي انت ماسك ايه، انا مش ماسك مفيش سايبه. بص براحتك عايز تجري اجري، بس شوف طفل زي ده كان هيحصل فيه ايه. وانت المفروض ان انت كبير وفاهم وعايل، يعني طفل زي ده لما يدفن ده فيها ارواح، فيها دنيا تانية، دنيا تانية. يعني انا مش هحلك، يعني طفل زي ده كده لما كان يدفن وهو حي انت ما تعرفش اهله لو عرفوا هيعملوا ايه. وانا مش هقول اللي انت تعرف حاجه ولا اقول اللي انت تبعه، انت هتوصلني للكبير اللي انت اللي هم بيقولوا عليه دول واللي انت بتقول عليه. حلو بس يا جدعان شوف الفيديو الجاي ان شاء الله، الفيديو الجاي كده هيبقى فيه احداث مهمه جدا. زي ما انتم شفتوا الاحداث انا مش هتكلم لان الكلام انتوا شفتوا كل حاجه، فمالوش لازمه الكلام. لايك على الفيديو، اشتركوا في القناه، عايزين نوصل الفيديو ده للدنيا كلها، مصر كلها تتفرج عليه. اشتركوا في القناه عشان خلاص ما بقاش حاجه على نص مليون، خلاص احنا وصلنا ربع مليون، عايزين نوصل نص مليون، وان شاء الله في الخير موجودين دايما. السلام عليكم.